عليكم يا هلا. انتم تجون للمحل هلا. هلا. المعزم يجني وين مودو. هلا. اهلا وسهلا. سلامات. اهلا وسهلا. توجهت مساء السبت جاهة كريمة مؤلفة من قبيلة العجارمة وسائر العشائر الأردنية برئاسة سعادة الشيخ القاضي العشائري طه إبراهيم الفليح العجارمة إلى ديوان ومضارب عشيرة أبو ريشة في منطقة شفا بدران إثر جريمة القتل التي أودت بحياة المرحوم طارق أبو ريشة. بسم الله الذي لا اسم أجمل من اسمه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد العربي الهاشمي. مدرسة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمنا على السماح والتسامح، وعفى عن هند الهنود أكالة الكبود. هذه الجاهة الكريمة من أطياف الأردن عامة، ولست أنا أكبر منهم ولا أطلق منهم لسانا، إنما عاصرت الموضوع مع أهلي وقرايبي سنة وينوف، وأنا على مدى وتثابر في هذا الموضوع مع أهلي. كفو عشرة نعم. الموضوع موضوع قتل صار له 8 سنين مش يوم، والآن إحنا هذه الجاهة الكريمة بين أيديكم نوخين ومعقلين بعقال أبو زيد لما تريدونه. الحمل الثقيل نقوم به بعون الله، الثقيل عليك وخفيف علينا، ونطلب الرحمة من الله ثم منكم. أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله. المشكلة صارت صار لها صحيح 8 سنين 7 سنين وشوية، يعني شهر شهرين. فالود اللي إجا هذا إجا متأخر، يجوز إجا صار له 5 دقائق أقل، لا هو بالهوشة ولا شيء، ويهاوش عيال اللي كمان يهاوشوا. وإجوا الجماعة من هناك وطخوه بدون أي إشي. فمشان هالإشي هذا إحنا نطلب ميده 500,000. أهلا أهلا وسهلا بك. أبدا الروح ما لها ثمن، لكن هذا أمر الله وانت ذكر الله، ما هي أول مرة ولا هي آخر مرة، لكن نحن نريد نضمد الجروح، وإذنا تكرمنا لله عز وجل مالك الكون كله اللي خلقنا من عدم من لا شيء. خلق آدم عليه السلام من التراب، وخلق حواء من ضلعه، ومن ثم صرنا قبائل وشعوب. نريد نتكلم الله عز وجل. نكرمكم 150,000 طمعنين بيك أكثر لله عز وجل جل جلاله، طمعنيك بيك أكثر مشان تختصر، مشان نختصر الميدان شوية. طيب زين زين. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكون اللي علمنا الكرم وعلمنا العداد عليه الصلاة والسلام. زين صفينا 250 يا جاهة وانت ذكر الله، ودي للبلقة كلها. للبلقة كلها 100,000 كفو وكرمهم. 40,000 ظل شيء؟ ما ظل شيء. أضر الفاتحة والصلاة على النبي، وزيد النبي صلاة، هدنا عكفيلنا. احنا ودنا كفيل، كفيل الوفري له حاضر، ودنا كفيل دفع، ودنا كفيل دفع. لا إله إلا الله. احنا صار لنا 6 8 سنين واحنا مو يوم. اي والله حتى وصلنا إلى هذا الساعة. ألف هذا خاطر ودخل بلد، هذول بولهم يسرحوا ويمرحوا ويمشوا ويتشاربوا ويدحوا مع بعضهم ويحضروا الفرح والطرح. ما في هذا الحكي والله خلينا نعم. كفيل دفع وصلنا على خير. كفو الله حي. هذا فنجال الجاهة احنا نسمح به على هذه النية الفاتحة، على هذا النية الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد التداول حول الحادثة تكرمت عشيرة أبو ريشة وإكراما لوجه الله تعالى وجلالة الملك، وعلى لسان والد المتوفى الحاج كامل أبو ريشة بإسقاط كافة حقوقهم المدنية والعشائرية لدى المحاكم والحكام الإداريين، وعلى رأسهم محافظ العاصمة ياسر العدوان، ووفق وثيقة ضبط الجلوى العشائرية. ولا يسع الجاه الكريمة ممثلة بالحج طه إبراهيم العجارمة وأبناء قبيلة العجارمة وجميع من حضر مع أبناء قبيلة العجارمة من جميع قبائل المملكة الأردنية الهاشمية ألا أن تشكر وتتقدم بجزيل الشكر
وعظيم الامتنان إلى عشيرة أبو ريشة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وكرم العفو والصلح والتسامح، وقد عين كفيلا للدفع معود الحجاج للجاهة الكريمة. حمى الله الأردن قيادة تحت ظل صاحب القيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وشكرا لجميع من حضر وكان له دور في إصلاح ذات البين، وشكرا للحكام الإداريين ممثلين بمعالي وزير الداخلية والحكام الإداريين ضمن المنطقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اللفتة الطيبة تسجل للتاريخ لعشيرة أبو ريشة، وهي جزء من خمس أخوان عشائر شباب بدران. كل الشكر لهم على طيب أصلهم، وعلى رأسنا سيدنا الله يا ربي يطول عمره ولي عهد الأمين، الله يا ربي يديم المحبة ويديم السلام على أردننا وأمننا واستقرارنا. ونشكر كل من مشى في هذا القضية والحج طاها، ونقول الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذه العشائر الأردنية أهل النخوة والشهامة والطيبة والصفح، ونحن عنوان لكل العالم في هذه الأمور العشائرية، ويعتبر باكورة أعمال عشائر وقضاة الأردن فيما يخص الجلوة العشائرية، حيث تم التقليص على دفتر العائلة. فكانت عشيرة أبو ريشة اليوم ضربت حقيقة مثال رائع، فنحن فخورين بما جرى، والحمد لله على سلامة الجميع، والله يديم الود والمحبة بين الجميع، وشكرا. وتقدمت الجاهة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى عشيرة أبو ريشة على حسن الاستقبال والكرم العربي الأصيل.